عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشيف دعاء. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا تمام في الجو اللي كل شوية مشقلب عندنا ده. ان شاء الله هنعمل دلوقتي وصفة تلات مكونات بس. هنعمل دلوقتي مشروب لحرق الدهون وفي نفس الوقت ملين. المشروب ده يحرق الدهون وفي نفس الوقت ملين، يعني تشربيه بالليل، لو شربت كوباية منه قبل ما تنامي تقومي الصبح هتحسي الفرق، هتلاقي بطنك مرتاحة جدا. وغير كده ملين وحارق للدهون. هو 3 مكونات بس عندنا: باكت شاي أخضر، وعندنا معلقة قرفة، ومعلقة كمون، معلقة كمون ناعم مش كمون حصى. يبقى عندنا باكت شاي أخضر أهو، تحطه في الكوباية، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة كمون ناعم. أحطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب المية بتاعتي. هقلب كويس. بس لازم اغطيه واسيبه متغطي 5 دقايق علشان الزيوت اللي فيه احتفظ بيها في الفايدة بتاعتها وكلها ما تتطيرش، يبقى انا ما استفدتش بيه حاجة. يبقى ده عبارة عن باكت شاي اخضر، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة كمون ناعم، وانزل بالمية السخنة واغطيه 5 دقايق. ده انا عن نفسي بشربه 2 مرات في اليوم، مرة بعد وجبة الغداء عشان بتبقى ممكن تبقى الوجبة دسمة، ومرة بالليل قبل ما انام. يبقى ده عصير، ده مشروب رقم 1 في المشروبات اللي احنا هنعملها لحرق الدهون والملينات. وهنعمل وصفات كتيرة جدا ان شاء الله رب العالمين، هنعمل حاجات كتيرة جدا جدا وهتشوفوا بنفسكم. ده مشروب رقم 1، حرق الدهون وملين. احنا بكرر عشان نبقى عارفين: معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة كمون ناعم مش حصى، باكت شاي اخضر، واغطيه 5 دقايق، اسيبه يتغطى كده 5 دقايق علشان الزيوت اللي فيه انا استفيد بيها في المية نفسها اللي انا هشربها. وجربوه وهيعجبكم قوي وانا متأكدة. سلام عليكم.